ويلخص الصحفي الخبير روبرت رايت الوضع بقوله: الأزمة لم تعد متمحورة حول مسألة من هو الرئيس، وإنما حول تحديد مصدر القرار، الشريعة أم الدستور. ويشير التقرير الذي أعده خبراء في الشأن الإيراني في الولايات المتحدة عن الصراع الذي يجري في شوارع طهران والمدن الأخرى قائلا: إن أسس النظام التي كانت مقدسة باتت حاليا أرضى للتحدي في إيران، وأن الشعب بدأ يعيد النظر بنظام ولاية الفقيه، أي بنظام الحكم الذي أسسه آية الله الخميني، والذي بناء عليه أصبح السلطة المرشدة أعلى في إيران مستمدة من الله مباشرة. ويرى المراقبون أن خامنئي تحول بأوجه عدة إلى شاه عصري يرتدي عمامة بدل التاج. وتعتبر الأستاذة في كلية الدراسات الأفريقية والشرقية في لندن لالا خليلي أن علي خامنئي لا يتمتع بالمصداقية ولا بالكاريزما اللتين كان يتمتع بهما آية الله الخميني، والذي كان مسوي من المغربين إليه. وعن مستقبل النظام بعد هذه الأحداث التي شهدها العالم بأسره، فيعتقد الخبير الاستراتيجي السيد مايكل إيزنستاد من مؤسسة دراسات الشرق الأوسط في واشنطن أن ينجح القمع العنيف، لكنه رغم ذلك لن يكون إلا المرحلة الأولى من معركة طويلة الأمد قد تؤدي أو لا تؤدي إلى زعزعة نظام الملالي. وفي نهاية التقرير يخلص المحللون إلى التأكيد أن السبيل الوحيد كي يخرج خامنئي من الأزمة ويستعيد الشرعية هو اتباع نهج الخميني، يتجرع كأس السم ويصدر أمر إجراء انتخابات جديدة. ونقرأ لكم مقالا جاء على موقع شبكة الفلاحية للأخبار للكاتب العلي الأهوازي، والذي يحمل عنوان: هل تصمد الدولة البوليسية الإيرانية؟ حيث يشير الكاتب في مقاله إن ما يحدث في إيران هو ثورة بكل معنى الكلمة، نتيجة لتراكمات من الإذلالات والحرمان وكبت الحريات، وتمتع فئة غليلة وهي السلطة الحاكمة ومرتزقتها بثروات إيران الكثيرة، وحرمان الشعوب الإيرانية من أبسط مقومات العيش الكريم والحياة الحرة. ويضيف الكاتب الأهوازي أن ما شهده العالم خلال هذه الأيام من بطش وحشي ضد الناس العزل خير دليلا على وحشية هذه النظام الدموي المتعطش للدماء، والذي لا يرحم صغيرا ولا كبيرا، وحتى المرأة التي أوصانا بها النبي صلى الله عليه وآله نشاهد أنها بحكومة ولي الفقيه تهان وتضرب وتقتل بدم بارد، وكأننا نعيش في القرون الوسطى. ويشير الكاتب إلى محاولات النظام واتهام أطراف خارجية وراء هذه الثورة الشعبية قائلا أن محاولات النظام إلغاء اللوم على الخارج هي لعبة مكشوفة ولا تستند إلى أي مقومات حقيقية، وأن خروج الناس إلى الشارع كان بشكل عفوي وسلمي للغاية، وأن استفزاز البسيج للناس أدى إلى فعل ورد فعل. وفي النهاية يخلص الكاتب مقاله بقول أن الشعوب الإيرانية بفرسها وكردها وعربها وبلوشها وآذريها وتركها تطالب العالم بالوقوف إلى جانبها وتخليصها من السرقة والكذابين والجزارين الذين استباحوا دماءها وحرماتها. ونقرأ لكم أخيرا مقالا من جريدة إيلاف الإلكترونية تحت عنوان نزع القدسية في إيران بقلم توفيق المديني، يقول فيه: بعد 30 سنة من انتصار الثورة الإيرانية في فبراير 1979، ها هي الثورة ذاتها تواجه الآن انتفاضة المجتمع المدني الحديث، والتي تفجرت في شوارع طهران وساحاتها الرئيسية والمدن الإيرانية الكبرى. ويتحدث الكاتب عن طبيعة الدوافع التي ساهمت في حدوث هذه الثورة، حيث يقول: المتظاهرون الذين ينتمون في معظمهم إلى جيل الشباب الذي ولد بعد الثورة صوتوا في معركة الانتخابات الرئاسية لمصلحة مرشح التغيير والإصلاح مير حسين موسوي، على أمل تعزيز الشق الديمقراطي والجمهوري في النظام الإسلامي. ويؤكد الكاتب على العامل البارز الذي ظهر من خلال هذه الثورة الشعبية السلمية قائلاً: هناك أمر أكيد وحقيقة غير قابلة للنقاش، إنها شجاعة المتظاهرين الذين استمروا في النزول إلى الشوارع في العاصمة طهران والمدن الأخرى الإيرانية، تجرؤوا على تحدي سلطة دينية
كشفت عن وجهها العنيف باستخدامها أسلوب القمع الدموي طريقها لمواجهة انتفاضة المجتمع المدني الإيراني. ثم يتطرق الكاتب إلى أن أزمة الانتخابات الإيرانية وما رافقتها من انتفاضة شعبية لقوة المجتمع المدني أكدتها على حقيقة أساسية، وهي تمحور الصراع بين سيادتين في إيران، واحدة إلهية دينية وأخرى شعبية. ويختتم بالقول: استطاعت ثورة المجتمع المدني الحالية في إيران أن تنزع القدسية عن الفقيه الحالي خليفة الخميني آية الله خامنئي، وأن توجه إليه نقدا مباشرا، وأن تطالبه برفع يده عن قوى الأمن الداخلي وما يعني كسر هيبة هذا المقام الذي بقي طوال 30 عاما من عمر الجمهورية الإسلامية بعيدا عن أي نقد. أعزائي المشاهدين، شكرا على حسن الاستماع، وإلى اللقاء.